والآن مع الفزورة الثالثة لهذه الليلة. نوع المنتج إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفرولي كابتيفا. اتعرف على نوع المنتج في الإعلان في ثالث فزورة مع ميما اللي بتحب الإعلانات. مرور كاملة، تفضل. ميما بتعمل فزورة الإعلانات ثالث مرة. تضرب عزوف أو تضرب كلاكس، بس ما تقدرش تضرب سعر أبدا. تضرب تليفون أو راسك في الحيط، بس ما تقدرش تعيش من غيره أبدا. تضرب لخمة أو تضرب بوز، بس ما تقدرش تدري سعر أبدا. تعمل صحاب أو قاعد في البيت، بس ما تقدرش تعيش من غير أبدا. تضرب لخمة أو تضرب بوز، اختار إجابة واحدة للفزورة الثالثة. نوع المنتج إيه؟ واحد، هل هو إعلان موبايل؟ اتنين، هل هو إعلان تلفزيون؟ تلاتة، هل هو إعلان شامبو؟ اختار إجابة واحدة وابعت إجابة التلات فوازير على الأرقام التالية علشان تكسب 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا.